طيب انا ركبت فلتر علشان البائع حل الميه، ميه الحنفيه كان فيها زفت اسود ورائحه كريهه. ارد فيلم. اتفضل يا فندم. هذه خدعه انا بقول على الهوى من اصحاب اللي بيبيعوا فلاتر، وانا بنصح كل مواطن ما ركبش فلتر في بيته، لان الفلتر عباره عن مزرعه بكتيريا، وانا اشهد الله ان احفادي بيشربوا من ميه الحنفيه. احفاد حضرتك بيشربوا من ميه الحنفيه؟ ايوه. طب حضرتك بتشرب ميه الحنفيه؟ اذا كل احفادي بيشربوا منها، ما انا مش عارف طبيعي يشربوا منها. بتحبهم ولا ما بتحبهمش؟ نشرب على الهواء يا فندم، عندك ميه من الهواء نشرب. طب يا طارق هات لنا ميه لو سمحت من الحنفيه، بس ميه من الحنفيه للبشمهندس مش مصطفى شبكه، مش شبكه ومن الشبكه.